إذا معنا عبر سكايب من عمان المحلل العسكري واللواء الركن محمد ثلجي. أهلا بك سيد ثلجي. يعني لحد الآن ليست هنالك معلومات عن سبب سقوط هذه الطائرة العسكرية، ولكن هل إمكانية إصابة هذه الطائرة بعملية عسكرية أودت إلى سقوطها هل هو وارد سيد ثلجي؟ صباح الخير لك سيدي ولكل المشاهدين. حقيقة يعني هنالك ربما أربعة أسباب يعني لسقوط الطائرات، سواء كانت الطائرات الهليكوبتر المروحيات أو الطائرات بشكل عام. السبب الأول سيدي ربما يكون خطأ بشري، وهذا خطأ ناتج عن ربما الطيار ربما سوء القيادة وعدم تقديره للموقف الجوي بشكل سليم. ربما يعود هذا أيضا لأسباب الطقس وأسباب أخرى، هذا سبب. السبب الآخر، الطائرة هي طائرة طوارئ، وهذه الطائرات عادة ما تتسم بكثرة حركتها وقلة صيانتها، وبالتالي ربما يكون ناتج عن خطأ فني. الأمر الآخر هذا إذا كان خارج عن الخطأ الفني والخطأ البشري وأخطاء الصيانة، ربما يكون هنالك استهداف، وهذا الاستهداف إن تم لابد بأن السلطات الأوكرانية يعني على علم بهذا الاستهداف، لأنه لن يتم استهداف طائرة مروحية ليست بعيدة عن كييف بمسافة 20 كيلومتر، والعاصمة كما نعرف بأنها محمية بكثير من أنظمة الدفاع الجوي، وبالتالي ربما يكون هنالك يعني معرفة واطلاع إذا تم استهداف هذه الطائرة عن قصد أو عن طريق جهات أخرى، ولا يوجد جهات أخرى ستستهدفها باستثناء روسيا. لغاية هذه اللحظة لو كانت هنالك معلومات أو أدلة ولو كانت بسيطة أو يمكن استغلال هذا الحادث للإشارة إلى روسيا لكان تم الإعلان عنه منذ يعني اللحظات الأولى لوقوع هذا الحادث. يعني منصب بقدر وزير الداخلية في حكومة تخوض الآن حربا مع قوة عالمية كروسيا، هل يجعل من روسيا أن تستهدف وزير الداخلية؟ هل هي رتبة مهمة بالنسبة للروس؟ هذا في حال تم الاستهداف، طبعا لحد الآن ليست هنالك معلومات دقيقة حول الاستهداف، ولكن من وجهة نظر عسكرية هل هذا وارد؟ هل هذا ممكن؟ سيدي كل شيء ممكن، ولكن لننظر إلى الوقائع وننظر إلى مجريات الأمور. منذ بداية هذه الحرب يتنقل المسؤولين الأوكرانيين بكل أريحية يعني في جنبات أوكرانيا شرقا وشمالا وغربا، وكثيرا ما شاهدنا الرئيس زيلينسكي ورئيس أركانو والكثير من المسؤولين، وزير الخارجية كوليبا، وزير الداخلية ووزير الشؤون الداخلية أيضا يتنقلون بحرية في أوكرانيا بدون أن يتم استهدافهم. وأظن بأن روسيا كانت على علم واطلاع بتحركاتهم الجوية، وهي مسيطرة يعني إلى حد ما على الأجواء الأوكرانية. ولو كان هنالك نية لاستهداف المسؤولين الأوكرانيين قبل هذا التاريخ لكان قامت روسيا بهذا الاستهداف، واستهدفت الرئيس زيلينسكي بنفسه أثناء تنقلاته أو أثناء يعني تنقلاته إلى المسؤولين. ولكن يعني تقديراتي الشخصية، وأنا هنا لا أستند إلى أي معلومات، يعني فربما تكون هذه يعني سقوط هذه الطائرة ناتج عن خطأ فني أو أخطاء في الصيانة أو أخطاء بشرية. ولغاية هذه اللحظة يعني أنا شخصيا أستبعد يعني أن تكون هذه الطائرة قد تم استهدافها، ولكن ربما تظهر وقائع أخرى وربما يتم. لكن سيد ثلجي بالنسبة للمسؤولين الأوكران لا يستبعدون أي شيء، يعني مستشار وزير الداخلية الأوكراني قبل قليل قال بأننا سندرس كل الفرضيات حول تحطم هذه المروحية بما في ذلك فرضية ما سماه العمل الإرهابي، وبالتالي الفرضيات يعني لا يمكن نفيها أو تأكيدها قبل صدور شيء رسمي، ولكن تبقى قائمة. بالضبط وافقك الرأي، ولذلك قلت سيدي بأنه الأسباب التي أوردتها قبل قليل والتي تحدد يعني سبب سقوط أي طائرة، يعني إذا استثنينا يعني أحوال الطقس السيء وإذا استثنينا أخطاء الصيانة والأخطاء البشرية في قيادة الطائرة، لا يبقى هنالك سبب إلا أن تكون تم استهداف هذه الطائرة. وأريد أن أذكر فقط سيدي بحادثة وقعت قبل يعني هذه الحادثة عند سقوط صواريخ
الأوكرانية في محيط بولندا، ومنذ اللحظة الأولى لسقوط هذه الصواريخ تم استقرار الحادثة، وتم يعني نسبت هذه الصواريخ إلى روسيا، وبالتحقيقات تبين بأن هنالك يعني أخطاء في هذه في أخطاء في الادعاءات منذ بداية هذا الحادث، وبالتالي تم النفي. وأنا هنا لا أدافع عن الجانب الروسي ولا عن الجانب الأوكراني، ولكن يعني هذه الحوادث بالذات يعني ربما يتم استغلالها لدعم الوضع القائم، ول يعني إحداث ضغوطات على الجانب الآخر بما يعني يعود بالنفع لصالح أوكرانيا أو لصالح أي طرف يمكن استغلاله لهذا الحادث. هذا حادث طبعا حادث ليس سهلا، استهداف يعني مسؤولين كبار في حكومة تخوض حرب كبيرة وحرب شرسة ضد دولة أخرى، وبالتالي هنالك الأبواب مفتوحة على كافة الاحتمالات. وهذا من شأنه أن يعني يأخذ التحقيقات إلى المسار ربما الذي ترغب فيه الدولة الأوكرانية في استغلال هذا الحادث، إذا لم يثبت هنالك قطعا بأن هذه الطائرة تم استهدافها. أشكرك جزيل الشكر اللواء ثلجي اللواء المتقاعد على مشاركتك إيانا تغطية هذا الحدث.